شكرا الكريم، شكرا على جميع المتدخلين. شركة المداخلة شركة مستقلة مباشرة للشركة الاشتراكية شركة الإخوان. بالنسبة لواحد الملاحظة بالنسبة للإخوان، جميع الشركات عندنا علاقة اجتماعية وطيدة فيها الاحترام والمساعدة، هذه خارج النظام ديالنا حتى بعضياتنا كاين بيناتنا اختلافات هذه مسؤول بها. ما يمكنليش انا باش نقبل بالاخر ما نديرش الافكار ديالي. بالعكس الاختلاف رحمه، وكنحترموا بعضياتنا الشيء اللي بغيت يتحدث حتى المتدخلين يحاولوا يحترموا بعضياتهم ويحترموا بعضياتنا. الاحترام ما يقدروا يبنيو شي حاجه. اما واحد المساله دابا غادي نشيرها بعجله، كانت طرحت بزاف ديك المساله ديال اشكال المشاركه السياسيه. اشكال المشاركه السياسيه راه كاين انتخابات في القضيه الاحزاب، كاين انتخابات المشاركه في العمل الجمعوي، المشاركه من خلال التحول السياسي، مظاهرات الوقفه الاحتجاجيه، تعبئه من خلال الاضراب، اشاره حتى الرياضه الممنوع من الممارسات السياسيه. بالنسبه لجهه الدوله الخاصه المشاركه السياسيه، مبادره التطوع، الاكتساب، الاقتراع، ما نجيوش نقولوا الشباب راه كاين سياسي. واحد المساله فينا حنا كنجيو شي مرات لا في المناهج لا في اي بلاصه، ما كنسمعوش الاخر. انا كنجي الفكر المسبب خصني غير نقولو وما نسمعش الاخر شي يقول لي. ما كنحبش شحال من مداخله اللي كانوا الاخوان جاوبوا على شي مسائل وكتولي تطرح ذاك الاشكال، مع اننا نحاول نسمعوا وتبدا مع بعضياتنا. هذه مساله. بالنسبه لواحد المساله خصني نعرف شنو الشكل. ملي كنهضروا على الشباب، وفعلا كان واحد الاخ انا قلتو بلي تجربه بسيطه في عمل السن. انا ملي جيت انتقدت حاول ننتقد ذاك النقد البناء باش نبنيو. ما جيتش غادي نقول لك انا عندي وعندي. الا جينا عندنا كنشتغلوا على مجموعه ديال المسائل، وشاركنا في مجموعه ديال الدراسات في الامم المتحده مع الديمقراطي مع الجمهوري، وكانت تصادفنا في الكتاب ما درتش وجده معينه من الشباب في 20 شهر من التكوين المهني والثانويات. اقسم بالله قد نهار الا حتى واحد ما جاوبنا على جواب صحيح على عدد ديال الاحزاب ولا الاجتماع ديال الاحزاب ولا التوجهات السياسيه اللي كاينه. وكان مشرف انه كان كنعطي عينه كامل 20 واحد باش غير نجيو. راه كاين كاع ديال الصراع كاع الاحزاب كاملين. دونك بلا ماشي كلاسي ملي كنجي نهضر كنقول لهم ديال الخمسينات المغرب حتى الان راه ما كانش في يسار هاد العلمانيين هما اللي كانوا في الحكومه، كانوا اخوان اخرين احزاب اخرين يسار حتى انا عشت في الحكومه. وانا كانت التجربه انا بحكم بان البي اس بي راه كنتاخذوها نقد بناء. ما كنقولوش انا كنجري مرينا بالحكومه وعارف الصعوبات اللي كنعاتني فيها وخدعنا معاهم. مادام الشعب جا الصلاة هذيك وقال لهم هاد الناس غادي يحاربوا الفساد، حنا درنا معاهم مثال برنامج ديال مع الحزب العدلي الاختلاف ومرجعيتنا مع المرجعية ديالهم. الناس ديال الشعب قال لك الناس حاربوا الفساد، واش باغي يحارب الفساد؟ غادي ندخلوا معاهم على اساس نحاربوا الفساد. ولكن هذا ما يعنيش بلي ما نلتقيش الحكومة وما نلتقيش حتى الحزب اللي فيه. حنا اللي تلمنا هادشي باش نشارك في المسألة لا نقدس أشخاص ولا نقدس مؤسسات. ابتداء من نبيل عبد الله وحتى كاس الفرق العلمي في الحزب اللي ما كانش عندنا. وحتى بالمسائل ديال الانخراط عندنا الشباب، عندنا معيار ديال الوعي ديال الشباب عاد يجي يخافوا عندنا. وكنا نديروا البطائق لاي واحد كيجي عندنا في الشبيبه راه عمرو شاد يكون عندنا. هذه مساله قالها الاخ انس ان اي حزب في الحكومه كيكون اقبال ديال الشباب. يكفي ان اي شاب ماشي دابا للرباط باغي يشتغل في وزير معين، يكفي ان مثلا اسماعيل العلوي كان وزير التربيه الوطنيه وكان الامين العام ان اقبال يشهدوا الناس ديال رجال التعليم مدينه وجده باش نديروا في الانتخابات. هذا الشيء كان عندنا اكبر عدد. جو سال منخرط ديال رجال التعليم. اين فاس معين العالم ما بقاش في الحكومه في التعليم، الناس ديال التعليم مشاو ما بقاش. هذه بسبب كان بزاف واش كنقول الحكم القوه والايديولوجيه ديال الحزب ماشي بعدد منخرطين. راه حتى دابا انا كنقولها بصراحه، نبغي لكم نمشيو في الدقه السياسي، كاين احزاب اللي انا كنتزيد كيفاش الشعب ينخرط فيها، ما عندهاش توجه سياسي معين، واش غادي نناقش مع ذاك الشعب؟ اجي حتى حنا في البيت عندنا لي جويف، عندنا كنوصلوا القيادات ناس من ناس يعني من ديانه يهوديه، ولكن في واحد المرجعيه يقدر يناقش معايا يناقش معاه واخا انا مسلم. ولكن ماشي حزب شي احزاب ما عندهمش توجه سياسي. كيفاش وكنبقاو منخرطين الشباب؟ ما كنطرحش هذا السؤال، واش غادي يناقش معايا واش يناقش معايا؟ اما المساله الاخرى جميع الاحزاب في القانون الاساسي ديالها كاينه المرجعيه الاسلاميه. إذا حتى الحزب بي بي اس اللي كانت في التحالف الشيوعية السابقة المرجعية الإسلامية هذه اللي شفتها. المسألة الثانية اللي بغيت نديرها بالنسبة لفتح حوار بين الشبيبات، هذه مسألة اللي حتى الآن كنشتغلوا عليها، لأن اللي معروف على المستوى ديال الرباط كاين المعهد الديمقراطي للشباب، واحد المنظمة اللي كتقوي مجموعة ديال الشبيبات اللي عندها تنظيم على المستوى الوطني. دابا أنا كانوا الإخوان هذه غادي يفتحوا لي أنا كنتصالح مجموعة الإخوان باش أنا ندير واحد تنظيم جهوي تابع لهذا المعهد الديمقراطي للشباب لانه كيستافد من وزاره الشباب والرياضه. بالنسبه ل
بالنسبه للسيتوفيك بالنسبه للبروجيكت علاش المشاركه ديال الاقسام الانتقال بالنسبه للحكومه حنا كنتفقوا ومنضم معاهم وفق واحد البرنامج مسترد ماشي هذا ماشي تحالف سياسي هذا تحالف حكومي واحد البرنامج مستر ما بين الاحزاب يخاف الاستقلال الحركه الشعبيه والعداله الوطنيه كنختلفوا وكنداروا شي مرات وكنديروا ولكن الاشكاليه هو النتيجه بالنسبه للشعب واش غادي تكون اما ملي حتى مشيت انتقدنا حنا دفعت 100 مذكره بالنسبه ملي كان المساله ديال الدستور 100 مذكره على ما اعتقد اثنين ديال جوج ديال الاحزاب ولا ثلاثه اللي طالبوا بشكل مباشر ملكيه برلمانيه خص 700 مذكره هكذا الحزب كيتلوج كامل ما عندنا ملكيه برلمانيه معناها ابسط وهي المدخل الديمقراطيه المذكره اللي رفعت ورجعوا لها كان ثلاثه الاحزاب اللي طالبوا بشكل صريح وكان بيناتهم ديالنا طالب ملكيه برلمانيه واضحه بدون غموض بالنسبه ل بالنسبه لهما اللي كنت نشوفهم ان المسائل اللي كانت الاسئله اللي كانت موجهه داكور اشكرك